فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال، يقول بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع بين صلاتين المغرب والعشاء يجتهدون، البعض منهم يجمع عند نزول أول رش من المطر، بعضهم لا يجمع، فما الضابط في ذلك؟ كلاهما مخطئ، الذي يجمع لمجرد الرش والذي لا يجمع مطلقا ولو مع المطر الغزير، كلاهما، لكن الأول أشد، الذي يجمع من غير سبب للجمع، لأن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ولا يجمع بينهما إلا لعذر شرعي، ومنه المطر الغزير الذي يبل الثياب أو يخلف وحلا في الطريق، هذا الذي يجمع من أجله. أما مجرد الرش اليسير فهذا لا يجيز الجمع، والصلاة الثانية لا تصح قبل وقتها. والسؤال الثاني، نعم، يقول بعضهم، نعم، يذكر الضابط يا شيخ في الجمع. الجمع ذكرناه، ذكرنا الضابط، نعم نعم.